اكبر هناك يا اخوان. الله اكبر ولله الحمد. 2 مليون، 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى تم جمع 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى، ونحن نسجل شكر بنفس المكان اللي الساقط اللي حاول يهرب كتاب الله، ونحن نسجل شكر لله تعالى. جمعنا 2 مليون ونص بفضل من الله تعالى. سجل شكر هون بنفس المكان اللي افتعل فعلته النجسي القذرة. الحمد لله والشكر، الحمد لله والشكر يا رب، الحمد لله. هون 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 خلي هاي هون هون هون. الحمد لله والشكر، هذا المكان اللي احترق في القرآن، وهذا المكان عشان يعرف بهذا المكان احنا بنعمر مسجد، من هون بنطلع بمساجدنا، من هون بنطلع بكتبنا، والحمد لله والشكر وفضل الله ثم فضلكم انتم الموجودين. لكل شخص عنده غيره على دينه، لكل شخص عم ينصر دينه، سجلوا هاي الشاشه يا اخوان، سجلوها وانشروها بكل مكان، سجلوا الشاشه وانشروها بكل مكان. هاي سجده شكر لله تعالى، اوكي، بهذا المكان اللي احترق في القران رح نسجل سجل شكر لله تعالى بجمع 2 مليون و500 الف كرون لاعمار مسجد في مدينه يونغبي باذن الله تعالى. يلا يا اخوان جاهزين؟ جاهزين. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين في كل مكان. يلا يا اخوان. يا الله. اللهم لك الحمد يا الله. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. أحمدك ربي وأشكرك على كل شيء وهبته للمسلمين من غير حول منا ولا قوة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، إنك فرحت قلوب مسلمين كتير يا رب. الحمد لله إنك ذليت هذا الإنسان، ذليته وخليته خزي وعار، وفرحت قلوب المسلمين كلياتهم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم. الحمد لله حتى